والحقيقة طول ما المدرب بتاعنا ما عندوش رخصة تدريب أعلى رخصة، وطول ما المدرب بتاعنا مش بيعمل معايشات، المدرب بتاع سان داونز راح البرازيل لما لقى أجازة، راح البرازيل يعمل معايشة مع ثلاث فرق، بعدين طالع على إنجلترا هو المساعدين بتوعه. هو احنا أنا حضرت سيمينار لسنة 2002 لما إريكسون جه القاهرة، مدرب السويد اللي كان مدرب إنجلترا وقتها، مدرب إنجلترا ومعاه دي سيلفا مدرب الأحمال أو مخطط الأحمال بتاع مانشستر يونايتد. المحاضرة قعدت 4 ساعات. أنا لأول مرة في حياتي كنت أعرف اليوم ده سنة 2000 أن هناك علاقة ما بين التغذية، الأكل تاكل إيه يا لعيب، واللعيب اللي لعب الماتش غير اللعيب اللي ما لعبش الماتش، ده ياكل حاجة وده ياكل حاجة، وعلاقتها بالأحمال بالمجهود البدني والطاقة والحرق والحاجات دي كلها. أنا ببص جنبي ما لقيتش مدربين من مصر إلا يعني مع اللي عرفته الوحيد بدر رجب، بالأمانة بدر رجب اللي هو، وعشان كده بدر نجح في الإمارات ونجح كمان وتولى قيادة قطاع الناشئين في النادي الأهلي. صح. هو الواحد مهما كبر لازم يبقى عايز يتعلم، عايز يعرف. يقولك ده طول ما الحاجات دي أنا كده كان نجم كبير يعني. لا 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 ده أنا دخلت بطولات كتيرة أوي. اللي لعب كرة وطول ما حد بيقول لي الله على كرة زمان وحلاوة زمان والكرة الحلوة بتاع ده بيضحك على نفسه وبيضحك علينا. ما أنا شفت كرة زمان وكانوا نجومي وكانوا حبايبي وكانوا حاجة عظيمة جدا، بس لما بشوفهم دلوقتي بضحك على كرة زمان، لأن كرة زمان حاجة يعني اللعيب بيلعب في فدان، لو هياخد الكرة ويروح بيها لحد الجون مع كامل احترام طبعا للنجوم وقتها، عشان ده كان العصر وقتها، دي كورة وقتها طبعا، بس بالزبط. ده كان الزمن. صح. الزمن طبيعي جدا ان هم في عصرهم كانوا نجوم. صح. لكن دول لو جبنا جيل ستينات يلعب مع فريق النادي الاهلي في الستينات اللي هو كان بطل، او الزمالك بطل الستينات في الوقت ده، ويلعب مع فريق النادي الاهلي دلوقتي هيقعدوا يجروا وراهم عشان ياخدوا الكوره. صح صح. فطول ما احنا شايفين المسائل بشكل مسطح. أيوة. وانطباعي. أيوة. وعلى طول مؤتمر ونتكلم عن الناشئين هو لغايه امتى؟ احنا بقالنا 100 سنه بجد يعني بنتكلم في بديهيات، بنقول لحضرتك، بنقول للعيب الكوره انت عشان تروح كاس العالم اغسل ايدك قبل الاكل وبعد الاكل. يا سلام، ايه النصيحه دي؟ احنا دلوقتي بنتكلم عن ما تنامش متاخر، ما تسهرش، الاستلام والتسلم، ما استلم وتسلم. العب الكره من وان تاتش. صح. يا نهار اسود، وان تاتش بعد 100 سنه لسه بنتكلم في الوان تاتش؟ احنا لسه مكملين هذا الحوار الممتع جدا مع استاذنا الكبير استاذ حسن المستكاوي. بعد الفاصل نواصل، خليكم معانا.